أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا، وهذه عناوينها: إتلاف 4 أطنان من مخلفات الحرب، إعدام كمية من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك، وليبيا تتأهل لربع نهائي البطولة العربية لكرة القدم الشاطئية. أتلفت إدارة الهندسة العسكرية بالمنطقة الغربية كمية كبيرة من مخلفات الحرب التي تم تجميعها من مناطق جنوب طرابلس، والتي قدرت بنحو 4 أطنان، حيث جرى نقلها إلى موقع التفجير بمنطقة الهيرة والتخلص منها طبقاً للمعايير الدولية والمحلية. كشف فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالزاوية عن إعدام كمية من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك البشري، جرى ضبطها في مركبة نقل الأسماك من قبل جهاز الحرس البلدي، حيث تبين ظهور علامات الفساد على الأسماك من خلال الكشف الظاهري. قالت الشركة العامة للكهرباء أنها استلمت 140 محول توزيع لتغذية عدد من المناطق من شركة الصناعات الكهربائية ضمن توفير الاحتياجات الخاصة بالتقسيمات التابعة لها للتغلب على المختنقات، وذلك لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواطنين. قالت حكومة دبيبة إن وفداً مصرياً رفيعاً من جهاز المخابرات المصرية وصل إلى طرابلس لبحث نتائج أعمال اللجنة الليبية المصرية التي انطلقت أعمالها قبل 2 من بينها تسهيل منح التأشيرات للليبيين وانطلاق المشروعات التي ينفذها ائتلاف الشركات المصرية في ليبيا. تأهل المنتخب الليبي لكرة القدم الشاطئية للدور ربع النهائي في منافسات بطولة العرب المقامة بمدينة جدة السعودية، وذلك بعد تغلبه على منتخب جزر القمر بنتيجة 6-5 ليضرب المنتخب الليبي موعداً مع نظيره المغربي في مباراته المقبلة. نعى نادي الاتحاد الرياضي عبد المهيمن الفلاح أحد أعضاء رابطة مشجعيه، وذلك بعد نقله إلى تونس للعلاج متأثراً بإصابته برصاصة في رأسه خلال أعمال شغب نشبت عقب المباراة التي جمعت الاتحاد مع الأهلي بمغازي ضمن منافسات دور السلة الممتاز. نهاية النشرة، إلى اللقاء.